هؤلاء جاءوا للإدلاء بصوتهم في يوم شهد إقبالا محدودا من قبل الناخبين على الأقل في الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع. وعلى الرغم من ضعف الإقبال إلا أن بعض من جاءوا للتصويت لم يتمكنهم الآخرون من الإدلاء بصوتهم لأسباب عدة، من بينها أن أسماءهم ليست مدرجة في كشوف الناخبين. لقيت اتنين اخواتي ميتين اسمهم في الكشف، بدور على اسم ما لقيتش اسمه، لقيت الميتين في الكشف. ولا حاجة ولا هدي صوتي. وإذا كانت الانتخابات قد بدأت في كل دوائر مصر بلا استثناء، حتى في الدوائر التي أصدر القضاء حكما بوقف الانتخابات فيها، فإن عوائق كثيرة أشارت إليها المعارضة في الأيام الماضية ما زالت تفرض نفسها على الصورة. مندوب مرشح المعارضة في الكثير من الدوائر في مختلف المحافظات لم يتمكنوا من دخول اللجان أو طردوا منها، أما مراقبو المجتمع المدني فلم يسمح لهم سوى بالمعاينة، ولكن المشهد في دوائر أخرى بدا مختلفا. طب الناس دي كلها معاها كاميرات، أنا ما معيش كاميرات. قال لي لا، ما أنت معاك موبايل. قلت له يعني أنا هطلع موبايلي قدام الناس وصور؟ أنا همارس شغلي بس. قال لي لا انا اسف يا استاذ، راح ممشيني مخرجني انا وبعض الزملاء. ابرز هذه الانتهاكات في هذا اليوم والتي تم رصدها في جميع الدوائر الانتخابيه هي منع المندوبين للمرشحين ووكلائهم من دخول اللجان في بنسبه اكثر من 90%، وطرد من تخل منهم احيانا، ثم الاعتداء على بعضهم وسحلهم في الشوارع، واعتداء على مرشحين انفسهم. وعلى الرغم من التواجد الأمني المكثف إلا أن شكاوى مرشحي المعارضة وخاصة الإخوان المسلمين تتضمن اتهامات لمرشح الحزب الوطني الحاكم بحشد عناصر من البلطجية لعرقلة عملية الاقتراع إذا كانت تسير في صالح المعارضة، كما أن المال الانتخابي وشراء الأصوات لم يغب عن الصورة.